صور اعلن اقاله الجهاز الفني. سلام. تمام. فانت ايه رايك في التغييرات اللي بتحصل دي، وهل الاداره، هل المدرب الجديد اللي جاي هيفيد الزمالك ولا مش هيفيد؟ صدقني انا لسه كنت ماشي بالفيس بقى دلوقتي بفكر في موضوع الزمالك. انا راجل اهلاوي وبعشق نادي الزمالك، لان طول ما الزمالك حلو بيبقى فيه بطوله، فيه منافسه، فيه روح للدوري. ده بالنسبه لنا الاهلاوي. لكن لسه بقول رئيس نادي الزمالك بيشتغل بالقطعه، ما ينفعش يشتغل بالقطعه. بمعنى انا لو حبيت ازع زلعه دلوقتي ما ينفعش ثاني يوم اجي اخدها عاوزها تكبر وتنمو. اصبر يعني. المفروض هو كراجل حد سياسي وراجل كان في النيابه ورئيس محكمه وكان زي ما هو بيحكي كتير قوي عن نفسه. المفروض الجهاز الكوره دي محتاجه منظومه كامله، حاله لوحدها ما تنفعش، لازم تكون مجموعه حلقات عشان تتكامل. لعيبه مع مدرب مع فكر اداره إدارة النادي تكون شكل منظومة متكاملة. لكن هيشتغل بدماغه لوحده أنا أعتقد يبقى عمره هو يفكر إن كسب بطولة الدوري السنة اللي فاتت هيقدر يكسب بالشكل ده. هي ممكن تحصل مرة لكن ما تحصلش كتير. يا كابتن يا رئيس نادي الزمالك احسبها صح، تعيشها صح. هاي مرتضى منصور مدير نادي كويس، و برضك يعني نادي الزمالك نجح في الايام الاخيره. انت شايف ان التغييرات اللي بتحصل دي هل من مصلحه الفريق؟ التغييرات اللي بتحصل دي لا، مش من مصلحه الفريق طبعا. انت شايف ان هو المفروض يهدى شويه عن ان هو يهدى ويبقى في الفريق كل لما يبقى يعني عارف متجانس او متجانس مع بعضه بيبقى عارف هو بيعمل ايه. تمام. فانت شايف ان هل ده في مصلحه الفريق، وهل اللي جاي هيضيف للزمالك ولا لا؟ انا والله شايف ان مدام مرتضى اصلا بيتدخل في كاس الفريق وبيستخدم سلطته كشخصيته قويه وكمستشار بيحط لي كتخطيط يعني في اداره الفريق، اظن ان ده ممكن اصلا يخلي اللعيبه حتى في ظل الاداره اللي جايه، حتى في ظل المدير الفني الجديد اللي جايبه. انت لو مهما كان يكون الاداره كويسه اللعيبه مدام ما عندهاش دافع انها تكسب وان يكون عندها اصلا يعني دافع معنوي جديد، اظن ما فيش اي هي هي عنده المكسب بدون الدفع دوت. شكرا. بدون الاداره بقى ومش اداره، بس هو المفروض يمشي ان شاء الله كل حاجه تعدي. مؤخرا عن ان هو جاب محمد صلاح ومدير كوره وعبد الحليم علي. انت شايف التغييرات دي كلها هتاثر ولا ايه؟ وهل المدربين دول هينفعوا المدير الفني الجديد اللي جايبه؟ كل ده بيأثر على فريق الزمالك، ومش من حقه ان هو كرئيس نادي دخل في شؤون اللاعبين وفي شؤون الاداره وفي شؤون الجهاز، لانه كل ما بيشيل جهاز ويجيب جهاز ثاني ده بياثر على الفريق وبياثر على اللعيبه وبياثر على الجماهير وبياثر على مصر كلها وبياثر على الدوري. وده في صالحنا احنا كاهلاويه، احنا عايزينه بقى يفضل كده على طول، يشيل جهاز ويجيب جهاز، يشيل جهاز ويجيب جهاز، واحنا ناخد الدوري واحنا مش عايزين نشوفه خالص الدوري.